الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله لن يضروكم إلا
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم اجعلنا منهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على ما هديت ولك الحمد على ما أعطيت وأوليت. اللهم لك الحمد أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا فلك المنة والفضل علينا. أسألك اللهم أن تهدينا اهدينا لشكر نعمك اهدينا للوفاء بعهدك. اللهم املأ قلوبنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيئا. أحينا مسلمين أمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أسعد عبادك بك يا رحمن يا رحيم. لا تذر منا عبدا إلا أسعدته لا تذر منا عبدا إلا قبلته لا تذر منا أحدا في هذه الليلة إلا غفرت له. اللهم نتوسل بك إليك ونعرض فقرنا عليك وذلنا بين يديك يا قوي نحن الضعفاء بين يديك يا عزيز نحن الأذلاء بين يديك يا غني نحن الفقراء بين يديك. إلهنا يا واصل المنقطعين إليك أوصلنا في هذه الساعة إليك. هب لنا منك رضا يقربنا إليك. اللهم هب لنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نكون عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك يا الله صلي وسلم وبارك على خير خلقك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله أجمعين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. اللهم جازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم احشرنا تحت لوائه أكرمنا بشفاعته أكرمنا بشفاعته. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب
يا رب نتوسل إليك في هذه الساعة، تفضل علينا وأكرمنا بمرافقته في جنات النعيم. اللهم اكتبنا في هذه الساعة من رفقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتبنا مع المقربين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب لا تردنا خائبين، حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من مرافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. نسألك يا مولانا يا مولانا استرنا يوم العرض عليك. اللهم يا محب الملحين يا محب الملحين، نلح عليك بدعائنا ورجائنا في هذه الليلة. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد عتقت رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، خلقت نفوسنا تعلم ضعفها تعلم ضعفها. اللهم أنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا. يا رب نتوسل بك إليك في هذه الساعة المباركة. اللهم اعتقنا جميعا من النار. يا رب لك عتقاء في كل ليلة من النار، اللهم اجعلنا منهم في هذه الساعة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وولاة أمرنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اكتب لنا البراءة منها في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا نسألك في ختام ليلتنا، اللهم من كان مهموما ففرج همه، من كان مغموما فاكشف عنه غمه، من كان مديونا فاقض عنه دينه، من كان مسحورا ففك عنه سحره. اللهم من كان مريضا من المسلمين فاشفه من مرضه يا شافي يا معافي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، خص منهم مرضى السرطان والقلب والأورام يا ذا الجلال والإكرام. اشفهم، قل كونوا من أهل الصحة والعافية فيكونوا يا أرحم الراحمين. اجبر قلوب آبائهم بشفاء أطفالنا وأطفال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم خص منهم أهلين الميتين، اللهم نور لهم قبورهم، يسر لهم حسابهم، اللهم يسر لهم حسابهم.
اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا آنس وحشتهم في القبور برحمتك يا عزيز يا غفور. إلهنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وظلل بالأمن والأيمان والأمان بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ظلل بلادنا بالأمن والأمان وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره بقوتك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم وفقهم وأعنهم وسدد أقوالهم وأعز بهم الإسلام والمسلمين وانصرهم على من عاداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن حدود بلادنا واحفظ جنودنا. اللهم احفظهم على حدود بلادنا، ثبت أقدامهم، سدد سهامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، احفظهم وأرجعهم لنا سالمين غانمين. ومن مات منهم وهو يدافع عن مقدساتنا وحرماتنا، اللهم فاكتبه عندك شهيدا في أعلى عليين، وجازه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا هذا الدعاء، هذا الدعاء وقد وعدتنا بالإجابة، فلا تردنا خائبين، افتح له أبواب السماء بالإجابة يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. تقبل صلاتنا وسجودنا وركوعنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا هذا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة يا رب العالمين.